عمليات التعقب وتحليل بيانات المستخدمين صارت موضوع طبيعي ومسلم فيه بعالم الانترنت، وتقريبا صار معروف عند الكل انه ما في موقع منفوت عليه الا رح يقوم بتحليل الموقع الفايتين منه ونوع المتصفح يلي عم نستخدمه ونظام التشغيل الشغالين عليه وبيانات تانية متعلقة بشركة الانترنت يلي نحن مشتركين فيها وشوية شغلات تقنية. الا انه كتير ما بيعرفوا انه عدد كبير من المواقع اذا مو كلهم بيبعت سكريبتات بتعمل عملية تحليل اعمق من هيك، بتشمل مثلا المواقع يلي كلنا فايتين عليها قبل ما نفوت على الموقع الحالي وشو فاتحين مواقع تانية بالإضافة إلى الموقع اللي نحن شغالين عليه، وممكن كمان يتم عملية تحليل أعمق مثلا يعرفوا الهيستوري كله تبع المتصفح يلي موجود على الجهاز الخاص فينا وتقريبا يعملوا عملية تحليل شاملة لكل نشاطنا على الإنترنت. والهدف طبعاً العائد الإعلامي خصوصاً مع إعلانات جوجل المختلفة حسب الشخص، ما عدا أنه كتير شركات ممكن تحدد سعر المنتج يلي عم نطلبه من خلال تحليل المعلومات المتوفرة على المتصفح، مثل شركات الطيران والفنادق يلي ممكن تعطي لكل شخص سعر مختلف عن الثاني بناءً على تقدير الشركة لدخل الشخص، وهالشغلة مو صعبة إذا عرفت الشركة أن المستخدم بيفوت على مواقع تسوق غالية أو بيستخدم أكثر من حساب بنك، وهالشي بيخلي شريحته أغلى من شريحة الشخص يلي نشاطاته التجارية قليلة أو معدومة. هالتصرف يلي كان سابقاً مقبول أو الناس عم تغض طرف عنه شكل هاجس مؤخراً عند الناس بعد تتالي فضائح الخصوصية، ويلي أهمها كامبريدج أنالتيكا لأنه كشفت عن أهمية البيانات الشخصية ويلي ممكن يتم إساءة استخدامها بشكل كبير على الصعيد الاقتصادي والسياسي مثل ما شفنا بالانتخابات الأمريكية والأمني، مثل ما عم بتحاول دول كتير لأنه ببساطة عملية التجسس والمراقبة صارت أسهل بكتير من الشكل التقليدي السابق، والأجهزة الأمنية اللي كانت عم بتعاني من شح المعلومات لأول مرة صار عندها فائض معلومات وعم بتدور عن حل لتصنيف المعلومات المفيدة عن المعلومات الهامشية والغير مهمة. عمليات المراقبة هي بيتحمل مسؤوليتها كمان الشركات اللي واقفة وراء متصفح الانترنت، وعلى هذا الأساس قررت موزيلا المسؤولة عن متصفح الفايرفوكس وأبل المسؤولة عن متصفح السفاري الحد من الظاهرة هي. معروف عن فايرفوكس إنه متصفح بيهتم بالخصوصية بكل تفاصيلها، أما أبل يلي فايتة بنزاع مع فيسبوك فما لها بحاجة مبررات لتوقف أهم آلية بيكسب منها الفيسبوك يلي هي طبعاً تحليل البيانات أثناء التصفح. النسخ القادمة من فايرفوكس وسفاري رح تمنع أي شركة من استخدام الكوكي يلي بيحتوي على معلومات التصفح الخاصة فينا ويلي بيتم استخدامها كأداة تعقب، وبالتالي شركات كبيرة رح تبطل تقدر تعرف نحن شو منقرأ أو عن شو مندور بمحركات البحث وعشو منتفرج لما منكون أونلاين. وصحيح نص مستخدمين الانترنت بالعالم بيستخدموا المتصفح الشهير جوجل كروم، الا انه اذا حابين ننهي مشاكل الخصوصيه ونحافظ على بياناتنا بشكل امن لازم ناخذ قرارات مهمه، احيانا منها تغيير نوع المتصفح لمتصفح ثاني تتعهد الشركه اللي واقفه وراه بحمايه بياناتنا اونلاين واوفلاين كمان.